مرحبا السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. احبكم كثير. طبعا اليوم يا جماعه، اليوم الفيديو مو ردة فعل على فيديو او صوره او صوره، لا اليوم الفيديو هي ردة فعل على تعليقاتكم. بالفيديو الماضي سالناكم يا جماعه اذا بنت معكم بالباص ونامت على كتفكم شو بتساووا؟ طبعا كان الفيديو هو بنت عم تنام على كتف شاب، فمشان هيك سالناكم. اول شيء سمعونا الصلاه على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. فمشان هيك يا جماعة شفت كتير تعليقات حلوة ومهضومة، فمشان هيك رح اسوي ردة فعل على تعليقاتكم، احبكم كتير. منبلش بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. التعليق الاول بيقول: والله انا اذا كنت عارف انها نامت بتركها، لكن اذا كنت شاكك والله انها فيها شيء مثلا غمت اكيد رح صحيها. شوف يعني اذا فيها شيء. حلو، كفو والله الزلمة، كفو علي حلال، كفو. التعليق اللي بعده: ورجينا صورة والدك يا رامي انت ومحمد. ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. والله الله خليها وما ازعجها ابدا. بيحكي ومرتخي، هي تجي سخسر، هي تجي ولا تاكل هم. يعني معنى الحديث. التعليق اللي بعده: اخذها معي على البيت. كفو والله بخاف وبهرب، هذا ما فيش يخوفوني، انا بلعب بشعرها. حلو يعني انه هيك مفتحه والله. كفو هذا حلو. بتركها تنام على كتفي، بتركها تنام على كتفي. هذا زلمه مستسلم، ايه عادي زلمه عادي. انا بعمل مثل ابو البيت. ابو البيت، ابو البيت، ابو البيت، ابو البيت، والله ما بعرفه مين هذا ابو البيت. ايه انا بعمل حالي كمان نايم. حلو، ازب عليها مايا. يعني اكب عليها مي، عليها مي، اكب عليها مي. لا نصيحه، نومها على كتفك مشان ترتاح، لانه اكيد شي نهار راح تصير معك اذا انت تخليها بتنام على كتفك. يعني اذا يعني احصد ازرع تحصد، يعني بجوز انت اليوم هي نامت على كتفك، خليها تنام على كتف حدا ويخليه ربي يسعدكم. خليها نام يعني على كتفك، ربي يسعدكم. التعليق اللي بعده: لا 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 لا، انت لانها بنت بدك تنيمها، بدك تنيمها. لا انا واحد تحطني في رابطك، انا واحد اذا بنت بيرك بيرك بالبول بالفطار ونامت وحده على كتفي بقوم بفيقها. يعني والله بتعمل لها هيك، بتعمل انه بنكشه بتطلع، يا بتعتذر يا اما بتقول لي انه اتركني. والله يا امي لا انا حيطه راسه هون بتمي. اوكي رامي، لو انت محله رح تعمل كثير شغلات، تحطني في رابطك انت الثاني. لك يخرب بيتكم، والله العظيم ما بعمل شيء، الله بيشهد. مبتسمون رغم الاعاقه، ما فهمت تعليق بس اوكي. لو انا كنت بداله كان ضربتها. هي تشيت يحسب اجل، شلون هي تشيت بيحسب اجل؟ عم بيحكي اللهجه ال اوكي. هي تشيت ماشي. خصوصا اذا كانت نايمه هيك بنت. ايوه اذا كانت هيك بنت يعني راح يعيفها. انا لو مكان ما ب... لو مكانهم ما بتحرك، بعمل حالي ولا كانه شيء صاير، لانه مو حلوه فيقها وازعجه. رامي انا شايف اذا بتشتغل بالقطار احسن. اوكي تعليق اللي بعده: كنت اخذتها على البيت او الباقي لإلك. ده التسافل، ده التسافل. الباقي ليا ليه؟ اه الكيبة على البيت والباقي ليا. انا مالي علاقة، روح بيركي بتاع، يخرب بيت البنت راسا اللي هون. مشان هيك احنا العرب بتاعها هون في البيت عندي، يخرب بيته. الفيديو كلش حلو حبيبنا، شكرا. حلو بالريم حبيبنا يا بشير. ايه عم تحكوا معي؟ شو؟ عم تحكوا معي؟ ايه عم تحكوا معي؟ هاي اذا بنت نامت على كتفي. ايه عادي، ايش يعني تنام؟ ميت السلامه. ليش متحمس كثير؟ هاي ميمي جد جد متحمس كثير. بغنينا نامي على صدري وتعش الدين غمرة الليلة حياتي. ايه شغلي خلص. العمى شو نوع البنات؟ حدا بيعرف؟ كل اشتغل في قناتي مردودة عواصف.
لو كنت بنت عادي، بنت زيي زيها، لو كان شاب غير مقبول يعني ابدا، لان حتى السلام بالايد بين المراه والرجل حرام، فكيف الاستلقاء على الكتف؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اوكي، عن جد صح، عن جد صح، الكومنت صح. هو دحش مش بالمكان سري، دحش وشي دحش وش دحش دحش وشه دحش وشه بالمكان السري يا رامي. ها كيف كيف ما بده يزبطه، ما فهمت عليه بس ما يا اوكي يلا. بس هيدا تعليقه حقير، انا اسف. ليه مغير اسم القناه؟ مصلي شفناه انسب. اسمي طالب غيره. اوكي رامي لو خيره. اوكي ممكن تنزل انت ومحمد تحدي لا اله الا انت سبحانك انك تكون ظالمين، سيسوي جاتو اطيب. اوكي ان شاء الله باذن الله. انا لو مكانه بنايمه على كتفي عادي. اوكي يلا عم شنو عن البنات، حدا بيعرفوا لازم ترتاح. هذا نفس التعليق اللي بعرامي. يخرب بيتك يا رامي، يخرب بيتك، يخرب بيتك يا رامي. كنت تمزح. اوكي عم بمزح عادي. ايوه احسن شيء انت بتلفها وتنام معها. اوكي انا قلت بلفها وبنام معها. لا يا سيدي الله ينعل الكاذب، انا ولا انت؟ انا ما قلت هذا الحكي، وانا لو صارت معي هالقصه ما بساويها. الله ينعل الكاذب، انا ولا انت؟ ان شاء الله بتموت. الله لا يسامحك، غبت امي قلت يا مات. اوكي التعليق بعده. شو القصه؟ رامي متعاطف هالمره مع البنات كثير وعم يعطي على الشباب. انا لا. انا لا. انا دائما خط وسط يعني بين اثنين. ربي يسعدكم يا رامي. اسمهم اسمها نائم كتفي. شو نائمه كتفي؟ اسمهم نائمة كتفي. ما المهم انا ضعيف ولا نايم؟ والله ما فهمت عليك ولا حرف. انت يا كذاب. انا كذاب الله يسامحك. انا صار معي نفس الشيء بس بنات كلهم نفس بس بنات اوكي. انا زبنت ما بخليها تتحرك. زبنت يعني ما بخليها تتحرك، خليها ترتاح تاخذ مجدة. مستحيل زبنت ما بخليها حتى لو بدها تقوم. ما بقى اذا بدك تقوم بدك تقوم انا وصلت على حطه. خليكي. شكرا لك كثير. المهم اوكي تاني فيديو اشوفه ليك كثير حلو متابع من مصر. هي لها مصر رح يسعدكم. اتزوجها يخرب بيتها من اول نوم. هذا خالص من اول نوم. الشيخ الشيخ خالص لبسنا مع حابت. الله يسامحك. دوس دوس وزي صلوا على محمد. خالص البوسه كمان. انت لها البوسه. اوكي رامي سوي مقلب في محمد. انا مالي بدي اعمل طالب، انا خلص نسيت المطالب كلها يا جماعه. فدوى واخذ 7 مشتركين. اوكي ان شاء الله بص المليون مشترك جاي حبيبي محمد. بتبقى نايم على كتفي عشان ترتاح. هذا نفس اللعبه. اني مثلك. اوكي انا لا رامي ها 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 حبيبي لا 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 والله لا 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 ما في شيء نتعرف. اوكي رامي انت سافل يا ود. انت بتكلمني انا؟ انا سافل والله. البنت الاخرى رح اقول لك الله يسامحك. والله البنت الاخرانيه الموضوع جد. انا حسيت لك كمان. انا باخذها بالاحضان وبعيفها مرتاحه. يا ريت يا ريت هدول ما حرقت قلب. ارجوك اشوف دقيقه. السبعة متل الضحك. اوكي صاحي قدوم الضحك يا ربي يسعدك. صاحي شوي صاحي ما في انه بصحيه يعني جوز. اوكي يا ويلي يا هيك يا ما بلا بدون بس مباشر ما فهمت. لا 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 احاول واحد يحط لايك. اول واحد يحط لايك راسي محمد ورامي. اوكي نعسان استمر شباب حلو كتير ربي يسعدكم. ما ضل اظن تعليقات ضمن الفيديو. رامي انت من وين؟ انا من سوريا ربي يسعدك. ثانيه بايخ يلي معي لايك لايك تاخذ لايك ربي يسعدك. الشباب الاجنبي يا ربي انا بدالهم مبروك بتغنى شويه. الشباب الاجانب اغبياء هو بدال اوبر بتغنى شويه. المهم يا جماعه على ما اظن هي خلصوا التعليقات. ربي يسعدكم. احبكم كثير. مثل ما وعدناكم انه رح نطلع لكم تعليقاتكم تمام؟ اوه طلعنا لكم تعليقات. تعليقات احبكم كثير يا جماعه. طبعا قدامكم نحن فتحنا التعليقات على صورنا الشاشه مشان ما تقولوا نقوا وكذا. لا هي التعليقات كلها فتحت تمام؟ احبكم كثير. ربي يسعدكم يا جماعه. احبكم كثير وما بعرف اذا عجبكم الفيديو بس طبعا هذا الفيديو هو من دون تفعيل التعليقات. والله فتحت تيجي والله مباشره.
كله. ربي يسعدكم، احبكم كثير، بنشوفكم فيديو جديد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. و حمد مصلي، رامي مصلي، السلام عليكم. شوفوا ناجح نجاح وغامض بنجاحه، هكب واحد ضاغط عنده طريقة مو بالموسيقى، نجاحه فعلي هي الحقيقة.